جهزنا الطيارة وهنجيب نجم ندي الإشارة، هناخده نخليه نط بالباراشوت في عز الإثارة. مع خالد وشادي التجربة هتبتدي، هنشوف نجم فوق عالي ومش بعيد يسبلي. هنظبط ايه ماشي مقلب حرامية في الفنان، هيصوت ايه ماشي راكب طيارة ملهاش امان، هيعيط ايه ماشي اصل الباراشوت بتاعه فشان، هيقول ارحمني يا اخويا معرفش امي ولا ابويا، معرفش امي ولا ابويا اصل احنا عيال مفترية ولا عمرنا شفنا التربية، وهنعمل منك صحية في التجربة الخفية. صباح الفل. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا يعني ما عملتش سكاي دايفنج قبل كده، فمتحمس قوي ان انا اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. فانا بطبعي بحب المغامره جدا، ونفسي اعمل كل الحاجات اللي في نفسي، اتسلق جبال، نفسي مش عارف اعمل ايه، حاجات كده. كل ما بتزيد المخطط لحاجه كل ما بحس ان انا متحمس اكتر. انا بشوف ان الواحد ايه لازم على طول مغامره اكيد فيها ريسك عالي جدا. خلاص قربنا على المكان اللي هنعمل منه التجربه بتاعتنا، هنروح نجهز بقى واتفرجوا علينا. From here or from here. خش حبيبي يا مدير، خش ده عايزيننا ننط، عايزيننا ننط من الطيارة يا عم. خش بسرعة. عامل ايه؟ حسن الرداد معانا. حسن الرداد تعالى بقى اعرفك على البرنس، البرنس سكاي دايفنج. ايوه سانتي. هلو مستر حسن. نايس تو ميت يو. يعني الحبل لو قطع فوق دلوقتي ده هيعمل ايه؟ بحب المغامرات يعني، ببقى هو ده. بلاش كلام كتير وجرأة كتير عشان فوق بيحصل كلام تاني. بس انا مش عايز اقول كلام كتير قوي، فخايف لما اطلع فوق اعمل بيبي على نفسي. ولا شكلك حط نفسك في موقف بايخ. بس الميزه بقى هنا عندنا ايه؟ ان المكان ده من الاماكن الوحيده اللي في العالم اللي بتخليك انت اللي تفتح الباراشوت. يعني هو الراجل الانستراكتور معاك ورا، وانت عندك البتاع هنا بتمسكه وتفتح انت الباراشوت لما هو ودي هنوصل افرض علق بقى. لا هنوصل لدي بعدين. الناس نازله زي ما تكون نازله من على السرير. It's going to take about 20 minutes to climb the altitude. We are arriving to 4,300 meters. We will be free falling until a second tap is coming. That means now, please open our parachute. He's actually going to torture you. Okay. Don't worry. If you don't open the parachute, we will have more fun. Some more minute. Last time of fun ever. Last time. Last of fun. كملت شوية بعد ال. حلو. عايزين نشوف بس واحد نازل كده من الناس اللي كانت بالهبل فوق دي. يلا خش على الهانجر ودي له الدرس. Ready؟ يلا. شايف
ايه طب انت هتنط مع مين؟ انت هتنط؟ اه نط معانا ازاي لوحدك؟ لا ما هو ده الانستراكتور بتاعي. اه بص شده جريئه يعني. اه بصوصته رجع معايا. لازم تتاخد سلو موشن بقى دي عامل زي السيفون وعلى مزيكا. في مزيكا وفي خض وفي عياط وفي كل حاجه. اسلحه جرينيد هنا. انا مش عارف همشي. ابتديت تحس بيه بقى؟ احساسي انا مبسوط جدا و متحمس و مش متردد. هتردد فوق لكن يعني حاجه فيها مغامره وحلو. الواحد لسه مش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط. يعني مش عارف ايه اللي هيحصل فوق وايه الاحساس بالظبط. بس متوقع ان ممكن الواحد لما هيبقى فوق كل خير ان شاء الله. يعني كل خير ان شاء الله. هيبيعك في اول ملف. حسن كلمات اخيره للحبايب في العمود ده. اول للعيله. اه للاعداء تتاسف لهم. حد ليه فلوس عندك كلمه. اقول ايه ليه فلوس عندي زي ما قال شادي سامحني بقى. وامي هتدفع له الفلوس ان شاء الله. واي حد زعلته يا جماعه ما يزعلش مني. ان انسان خطاء واكيد بنعمل اخطاء في حياتنا. وانا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق على برنامج التهلوكه اللي انا رايحه ده. ان شاء الله تنزل وتسب لهم تاني. احساس تاني بقى بعد ما نزلت. اكونوا فاكرين حاجه. ها يلا اشحنوهم على الطياره. يلا مبدئيا كده اي حد يحصل له حاجه مش هتخسر. ايه رديت؟ اوف ده الكلام.
that small canopy. I don't know, maybe. Maybe we're gonna die now. We're gonna die now? Maybe. يمكن نموت دلوقتي. حابب؟ Ah, there is a pain in my ear. Ah, my God. What is your weight? What is your weight? I'm 88. So maybe the landing is not very good, eh? Really? We're under a small canopy now. The bird didn't work. Yeah. I need you beat up, eh? Remember. Okay. And maybe we feel the turbulences here. Okay. نزل برودة على حسن صبح يعني ما شاء الله. حسن خلاص قرب يوصل خلي شادي يستم و... شادي اصحى شادي 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 كده ليه شادي بترش فيه يلا شادي شادي طب ترش ليه كده؟ خلي هتخبط في الدار ده دي ولا ايه؟ حس في قولي في شادي في شادي 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 يا عم وات هابن يا خالد يا عم ده شو خالد يا عم جبت اللي على الشغل اجري منه بقى انا مش عارف اجري الله يحرقكم الله يحرقكم يا خالد بتاع مظبوط مش عارف اجري متكتف يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة وانت قاعد قضيتني عليك والله بس انا متكتف مش عارف الحمد لله على السلامة انت فين يا عم الحاج يا عم عرفتني غير ضرب سكت الشوك ايه ده انت فرحان؟ اتخضيت والله العظيم وانا مش عارف فتح الواحد قاعد الباراشوت ما فتحش انتوا عاملين ما يبقى عارف فوق المفروض يفتح البتاع طلعت انا صرت فوق بيقول لي وانا خلاص شديت البتاعة قاعد اعمل كده اتريها في ايده قلت له خلاص مش موجود اعمل ايه؟ اه قاعد يقول لي بول 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 وانا بقى مفيش حاجه خالص ليك يعني لا احسن شويه كنت نازل دايخ قوي بس دلوقتي احسن ظبطت يعني عادي عامل لي المرجحه فوق ما انا مش دخت طبعا نزلت دايخ ونزلت لقيت فيه مصيبه تحت واحد عادي فرفر تحت عامل له ايه دلوقتي وانا مش قادر افتكرت عنده ايه صرع ولا وانا عارف بقى بيجي ايه للي نازل من فوق ما اعرفش ده انا يا دوب احنا بننزل وبعدين هو اصلا كمان ايه منزق يعني احنا فوق طبعا هم قالوا لي اشد البتاعه دي فهوب وده يقول لي جامد قوي جامد وقعدوا سلو موشن وقعد هز يا دوب بعمل كده بالراحه فانا بعمل بالراحه مش جامد بالراحه لقيتها طلعت في ايدي اعمل ايه انا اولا ما حبيتش اصدق ان البتاعه دي ما فخلاص يلا اهي في حي بقى هنعمل ايه لغايه بقى وانت نازل فالحق ده في حاجه وفي اسعاف بيتحرك قلت يا دي النيله انا بقى نازل كمان من اللف فوق دايخ وتعبان وما صدقت ان انا بنزل فعندي بقى ايه فرحه ان انا بنزل خلاص مش مشكله ضحينا بشادي ضحينا بواحد كله بيقول لك كده لا 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 فنزلت بقى فلقيتك بقى فجريت طبعا عليك بس انت عمال انا بعدين انت قاعد منشف جسمك كله فانا مش عارف اتنيه يعني تتنيه فما اعرفش قاعد احط ايدي يعني فاهم حاجه بس انا مش فاهم اي حاجه بتاع في ايه وبعدين انا قاعد بقى معاك فبص لقيت لك ده جالي ما اعرفش منين بس انا عايز اقول لك على يعني كل واحد يبقى مرعوب في حاجه فبتيجي حاجه يعني ايه تبسطه فبتقلل له من ال داخله الحاجه الثانيه يعني تحس انت خلاص بتاع فيجي لك حاجه فيها اطمئنان شويه ان الباراشوت يفتح بعد كده تنزل تجي نازل في عربيه بعد كده خلاص هينزلك بعد كده انت فيقوم داخل علينا بس هو الحلو ان يعني هو مقلب ظريف دمه خفيف وفي حاجه كمان ممتعه للبني ادم بغض النظر ان هو يبقى ممثل او بيشتغل ايه التجربه نفسها حلوه لذيذه انا كنت عايز اعملها بصراحه وفيها هزاره كده دمها خفيف فبسط وانتوا اصلا ما شاء الله قرود يعني دمكم خفيف جدا فانا انبسطت ان انا ايه يعني اشتغلت معاكم حاجه حتى لو برنامج صغير يا رب دايما ننط مع بعض يا رب كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا جماعه شادي قافش عليك على فكره ليه؟ ان انت حلو عندك شعر وانا برضه كمان لا انتوا حلقين يا عم انتوا حلقين حلقين غشينها غشينها يا عم الحاج
لسه مغامر طول الوقت. القعدة عجبكوا؟ اخ البتاع دي بتوجع. خمسة ابو انا برشلونه برشلونه. نو 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 جهزنا الطيارة وهنجيب نجم ندي الإشارة هناخده ونخليه نط بالباراشوت في عز الإثارة مع خالد وشادي التجربة هتبتدي هنشوف نجم فوق عالي ومش بعيد يسبلي هزبط ايه ماش مقلب حرامية في الفن هزبط ايه ماش راكب طيارة ملهاش امان هعيط ايه ماش اصل الباراشوت بتاعه فشان هيقول ارحمني يا اخويا معرفش امي ولا ابويا معرفش امي